واش دين؟ يلا نبداو اليوم غنشوفوا لا كومبايزون واللي غنقول لك خصك ترد معاها البال بزاف حيت هي تقريبا باش غنبقاو نخدموا في هذا الشابيتر هذه تفهمنا يعني انك تقريبا الثمن ديال الشابيتر الثاني هذه ديال لي زانتيغرال جينيراليزي بزاف منهم ما تنقولش كلهم ولكن بزاف منهم غتخرجهم غير بهذه الكومبايزون تفهمنا شنو تقول القاعده ديال لا كومبايزون في هذه لي زانتيغرال جينيراليزي ولا لي زانتيغرال ان بروبر شنو تقول لك سوا واحد اف اف او جي دو فونكسيون بوزيتيف تفهمنا يعني انهم تنقولوا دو فونكسيون بوزيتيف يعني انهم تيعطيونا دي فالور اللي هما بوزيتيف كنعوضوا فيهم النقط ديالنا وكيعطيونا دي فالور اللي هما بوزيتيف مثلا بحال مثلا الاكسبونسييل مثلا الاكسبونسييل راه هي فونكسيون بوزيتيف معنينا دو فونكسيون بوزيتيف سيغ ا بي يعني في هذاك المجال اللي غاتانتيغري عليه الانتيغرال ديالك اللي غيكون عندك في الانتيغرال ديالك تفهمنا سيغ ا بي مثلا بي نخرجوا احنا يعني انه مثلا وحده في هاد لي فونكسيون غيكون عندها مشكل في هاد بي تقدر ما يكونوش بجوج تقدر يكونوا بجوج تقدر تكون غير وحده فيهم تفهمنا او بيان اون لو ميم سين سيغ ا بي يعني انه ماشي بالضروره يكونوا بوزيتيف يقدروا مثلا يكون عندهم لو ميم سين يعني انهم يكونوا يا اما بجوجهم بوزيتيف ولا بجوجهم نيجاتيف غير هو ماشي تلقى وحده راه كتعطيك دي فالور اللي هما في شكل وتلقى وحده اخرى كيعطيك دي فالور اللي هما في شكل وحده اخرى تفهمنا يعني انهم خصهم تكون عندهم نفس البروبريتي ملي بغاو نحسبوا فيهم النقط تفهمنا سي اون سي بوز بعدا واحد القضيه قبل انت هاد سميتو هاد القاعده ديال انه خصنا ما نخدموش بهاد الكومباريزون تيكون عندنا هاد الشرط هذا محقق كنظن باللي ديما كيكونوا عندك محققين يعني انك ديما كتخدم بهاد القواعد هادو ملي تحتاجهم خدم بهم غير ما خصهم يخرجوك فهمنا يعني انه مثلا اللي كانت هاد القاعده ديال الكومباريزون مخرجك غير خدم بها راه كتكون هاد القاعده محققه ما عندك علاش تبينها هادشي اللي بغيت نقولك زعما ما عندك علاش تبين تقول لي باللي هاد لي فونكسيون راه بوزيتيف وكذا بغيتي تقولها قولها ما بغيتيش تقولها راه ماشي مشكل زعما سي On suppose que l'intégrale من A ل B ديال G دو X ديال X converge يعني انه مثلا كانت عندنا باللي وحده فيهم اللي هي G مثلا حنا اختارينا خلينا في F واختارينا G في الاخر نختاروا F ونخليو G دابا حنا اختارينا G وخلينا F Si on suppose que l'intégrale من A ل B ديال F دو X ديال X converge هكاك Si voisinage ديال B واحد الملاحظه البي ماشي بالضروره تكون عدد تقدر تكون مثلا هي لانفيني بلس لانفيني ولا مول لانفيني تفهمنا يعني انك مثلا هنايا تقدر تكون عندك من ال لانفيني تفهمنا يعني انك مثلا وحنا عارفين باللي اي فونكسيون راه كتكون ني با ديفيني في لانفيني يعني ماشي كتكون ني با ديفيني كتكون زعما مثلا راه الانتيغرال اللي تيكون فيه لانفيني ديما تيكون عندنا انتيغرال ان بروبر يعني انه ديما الفونكسيون ديالنا كتكون عندنا فيها مشكل في لانفيني يمكننا نعوضوا فيها لانفيني هادشي بغيت نقصد تفهمنا قالك سي اوفوزيناج ديال بي اللي قلنا يقدر يكون عدد يقدر يكون لانفيني كانت عندنا اف راه هي واحد الفونكسيون صغيره قدام الجي هادشي اللي كتعني لنا هاد الكتابه عندنا عندنا اف واحد الفونكسيون صغيره قدام الجي تفهمنا او بيان عندنا اف صغر من او يساوي الجي يعني انها تقريبا كتساوي الجي ولا صغر منها ولا كانت عندنا بلي اف عندها نفس التغير ديال الجي فهاديك النقطه ولا في لانفيني مثلا في ديفلوبمون ليميتي كنعطيو فونكسيون كيعطينا واحد البولينوم اللي تقريبا كيساوي لنا هذاك الفونكسيون ديالنا يا اما في العدد يا اما في لانفيني راه تعلمنا نديرو الديفلوبمون ليميتي في لانفيني وتعلمنا نديرو الديفلوبمون ليميتي في سميتو في اعداد تفهمنا الوغ لا كانت عندنا باللي لانتيغرال ديال كان عندنا لانتيغرال ديال جي دو اكس ديال اكس راه كونفيرج غيكون عندنا باللي لانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس هي كونفيرج تفهمنا دابا هادشي اللي ما كان عندنا ما كاينش لا كانت عندنا باللي جي دو اكس راه ما عارفينش واش هي كونفيرج ولا ني با كونفيرج يعني اننا كانوا عندنا هاد الشروط هادو اوفوازيناج ديال بي كان عندنا هادشي محقق كان عندنا هادشي محقق انت ما عارفينش حنا واش اف دو اكس هي كونفيرج غير هادشي كان عندنا محقق غير ما بغيتش نعاود نكتبو صافي كان عندنا اوفوازيناج ديال بي هادشي محققنا يعني ان يا اما تكون عندنا اف واحد الفونكسيون اللي هي صغيره مقارنه مع الجي وتكون عندنا عاوتاني اف راه هي اصغر من او يساوي الجي ولا تكون عندنا عاوتاني اف تقريبا كتساوي لنا الجي وكانت عندنا الانتيغرال من ا ل بي ديال اف دو اكس ديال اكس ديفيرج هذيك الساعه شنو كنستنتجوا باللي الانتيغرال من ا ل بي ديال جي دو اكس حتى هي ديفيرج فهمنا يعني انه مثلا الا كانت عندنا باللي الفونكسيون اللي كبيره هي اللي كونفيرج يعني الفونكسيون اللي صغيره تكون كونفيرج هي كانت عندنا الفونكسيون اللي صغيره راه هي ديفيرج حتى الفونكسيون اللي كبر منها كتكون ديفيرج فهمنا واحد القضيه عاوتاني من الاحسن ديرها في بالك تقدر انت تكون عارفه غير هي خصك ديرها في بالك يعني ان راه تنخدموا بها حتى هي انت لكن عندنا الانتيغرال من ا ل بي ديال واحد الفونكسيون مثلا اف دو اكس دابا نسى داك الشيء القواعد يعني اف دو اكس ماشي بالضروره تكون هذيك من هذيك اللي كنا كندويو عليها دابا حنا هذه قاعده بوحدها ديد اكس
ياك كتساوي لنا مثلا، نعطيك مثال، مثلا كانت عندك اف دو اكس فيها عندها مشكل بزاف، هذه القاعده اللي قلتها في الفيديوهات اللي قبل غير هي ما كتبتهاش وبغيت نركز عليها حيت غادي تقدر تحتاجها مثلا وما تخدمش بها ولا شي حاجه بحال هكا. انت كانت عندك الانتغرال ديال اف دو اكس فواحد الانتغرال اللي هو من ا لبي مثلا، وكانت عندك الفونكسيون فيها بزاف ديال المشاكل، مثلا فيها مشكل في مثلا فيها مشكل في جوج اعداد، مثلا فيها مشكل في جوج ديال الاعداد، تفهمنا؟ فيها مشكل مثلا، حنا ما مشوش بعيد، عندها مشكل في ا وعندها مشكل في بي، انت عندها مشكل في ا وعندها مشكل في بي مثلا، شنو كدير نتايا؟ كتاخذ واحد النقطه مثلا كاينه كاينه ما بين ا وبي مثلا، ناخذها حنايا مثلا السي، انت ها تقول لي بلي الانتغرال من ا لبي ديال اف دو اكس ديال اكس هو الانتغرال من ا للسي، غير هو هاد السي خصها تكون وسط هاد ا بي مثلا. نعطيك مثال بحال مثلا عندنا الانتغرال من واحد لجوج، هنا السي مثلا اللي كانت السي كتساوي 3 راه ما كايناش هنايا، يعني السي ماشي هي 3. مثلا الا خدينا واحد على جوج السي تقدر تكون كتساوي واحد على جوج، مثلا الا خدينا مثلا واحد على ثلاثة السي تقدر تكون كتساوي واحد على ثلاثة، مثلا الا خدينا مثلا ثلاثة على جوج السي ما يمكنش تكون كتساوي ثلاثة على جوج حيت ما كايناش توسط هاد الانتغرال الانتغرال هذا، فهمنا؟ المهم غير باش تفهم معايا وصافي، هذا غير مثال، فهمنا؟ دابا حنايا اون جينيرال خدينا من ا لبي السي غتكون وسط هاد ا بي، فهمنا؟ غتقول لي بلي الانتغرال من ا لبي ديال اف دو اكس ديال اكس كيساوي لك الانتغرال من ا للسي ديال اف دو اكس ديال اكس بلس الانتغرال من هاد النقطه اللي ساليتي بها، غتبدا بها سي لبي ديال اف دو اكس ديال اكس، وهاديك الساعه غتمشي تبين بلي هاد الانتغرال مثلا هو قال لك بين لي بلي هاد الانتغرال كونفيرج، اللي بغيت نبين بغيت نشرح لك هنا هو انه راه ما يمكنش لك تبين بلي هاديك الانتغرال كونفيرج في دقه واحده، يعني انا كتبينو كونفيرج في جوج ديال النقاط في دقه واحده، مثلا كانت كما قلت لك كانت فيه مشكل في ا و بي وانت بغيتي تمشي تبين راه بلي هو كونفيرج في ا و بي دقه واحده، ما يمكنش. شنو خصك تدير؟ خصك تفرقوا على جوج ديال لي زانتغرال اللي كل وحده فيها نقطه، كل واحد فيه نقطه، غتمشي تبين هاد الانتغرال راه هو كونفيرج في ا وهاد الانتغرال راه هو كونفيرج بي، ملي غادي تجمعهم ملي هما بجوجهم كونفيرج يعني هاد الانتيغرال راه هو كونفيرج، فهمنا؟ يعني انا شنو نقولوا؟ نقولوا سي انت هاد القواعد خذهم، سي ا كونفيرج مثلا، هذا غنسميوه مثلا مثلا نعطيو هذا نعطيهم سميات، انت هذا سميناه ا، هذا سميناه ا، وهذا سميناه بي، وهذا سميناه سي، انت سي ا كونفيرج. ولا نبداو حنايا ب يلا سي نديرو سي ا كونفيرج، انت لكن عندنا هاد الانتغرال اللي هو ا كونفيرج، الوغ هاد لي زانتغرال هادو ديالهم كي غيكون كي غيكون كي غيكونوا واش غيكونوا كونفيرج ولا ديفيرج؟ انت لكن عندنا هاد ا كونفيرج هو مكتوب لنا على شكل واحد جوج ديال لا صوم ديال جوج ديال لي زانتغرال، راه يعني حتى هما خصهم يكونوا كونفيرج باش يكون، حيت اصلا باش يكون عندنا ا كونفيرج خصو يكون يكونوا لي زانتغرال اللي مكتوبين بدلا شو يكونوا حتى هما كونفيرج، يعني نقولوا باللي سي ا كونفيرج الوغ بي اس سي بجوج بي اس سي كونفيرج، فهمنا؟ دابا سي بي ولا سي بي مثلا نديرو حنا هاد بي ديفيرج، الوغ شنو غنسنجو بلا ما نمشيو نقلبو على هاد على هاد السي واش كونفيرج ولا ديفيرج؟ الا كان هذا ديفيرج واخا يكون هذا كونفيرج ولا يكون ديفيرج، ا ديما غيكون ديفيرج، انت سي بي ديفيرج الوغ الوغ ا اي ديفيرج، فهمنا؟ يعني انه ني با كونفيرج، فهمنا؟ دابا سي كما قلنا بي اس سي كانوا تا هما كونفيرج، الوغ ا تا هو غيكون كونفيرج، سي كان عندنا دابا ا اي بي كونفيرج، وكنتي انت باغي انت مثلا هاد النوع هاد سي شنو النوع ديالو، واش كونفيرج ولا ديفيرج؟ الا كان عندك هاد الانتيغرال ها هو هنايا كونفيرج، وكان عندك هاد الانتيغرال بي راه هو كونفيرج، بحال اللي خدينا غير من هنا، الا كانت عندنا بلي الانتيغرال ا كونفيرج وهاد الانتيغرال بي كونفيرج، الوغ تي هذا راه ضروري خصو يكون كونفيرج، الوغ غنقولوا بلي سي غيكون عندنا كونفيرج، فهمنا؟ دابا الا كان عندنا عاوتاني ا وبي كانوا عندنا ديفيرج، هذا راه تا هو غيكون ديفيرج، فهمنا؟ ولا لا عفوا، دابا الا كان عندك ا كان عندك ا ديفيرج وكان عندك بي ديفيرج، كان عندك ا ديفيرج وكان عندك بي كونفيرج، الوغ سي ضروري خصو يكون ديفيرج، هذه هي الحاله اللي بغيت نقول، سي انت سي ا ديفيرج، انا نشرح لك علاش، اي بي كونفيرج. دابا الا كان عندنا باللي ا ديفيرج هاد الانتيغرال اللي هو لاسون ديال هاد جوج ديال لي زانتيغرال راه ديفيرج، وكان عندنا هاد الانتيغرال اللي بي راه هو كونفيرج، يعني الا كان عندنا سي كونفيرج يعني لاسون ديالهم راه يكون عندنا تيساوي لنا واحد الانتيغرال اللي هو كونفيرج، الوغ لا ا راه عندنا ديفيرج،
يعني انه سي ضروري خص يكون ديفيرج باش تكون لا صوم ديال هاد جوج ديال لي زانتيغرال يكون يعطيونا واحد الانتيغرال اللي هو ديفيرج. فهمنا؟ يعني غنقولوا باللي الوغ ضروري خاصي تكون ديفيرج. فهمنا هذه الحاله اللي بغيت نقول؟ ما علينا، حنا دابا غنديروا واحد جوج ديال الامثله، غنديروا واحد جوج ديال الامثله غنتعلموا منهم. ماشي هادشي، هادشي راه غتبقى تخدموا في التمارين ديالك وغتلاحظها. حنا المهم ديالنا في هاد الفيديو هو الكومباريزون، كيفاش نخدموا لصالحنا الكومباريزون. فهمنا؟ يعني انا غندير واحد جوج ديال الانواع ديال لي زانتيغرال، كل وحده غنخدموا فيها، نخدموا فيها واحد الطريقه ديال الخدمه، ونعرفوا كيفاش غنبقاو نخدموا بهاد الميثود ديال الكومباريزون. مثلا نعطيك الانتيغرال، مثلا نعطيك الانتيغرال، حنا غنشرحوا واحد جوج ديال الحوايج. انت مثلا نعطيك الانتيغرال، انت هنا نديروا واحد جوج امثله. انت نديروا المثال الاول، الانتيغرال من واحد مثلا بلوس لانفيني ياك ديال الاكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري ديال اكس. قال لك اسكو هاد الانتيغرال هذا كونفيرج؟ قال لك اسكو هاد الانتيغرال ديالنا كونفيرج؟ شنو غتقول لي؟ ولا واش هاد الانتيغرال اللي اكزيست ولا لا؟ شنو غتقول لي انت؟ هذيك الساعه عندك انت ما بين جوج ديال الحالات، فين تعطى لك واحد الانتيغرال تي تبينوا بلي هو كونفيرج ولا كونفيرج با. دابا صافي راه بدينا تنخدموا في التمارين ديالنا، ركز معايا. انت شوف هذه هي الطريقه ديال الخدمه زعما. دابا تعطى لك واحد الانتيغرال وخصك انت تبينوا بلي هو كونفيرج. هذيك الحاله شنو، هذيك المرحله شنو غدير؟ عندك جوج ديال الحالات تقدر تخدمهم، يا اما تصنت معايا، يا اما يا اما انت يا اما غادي تخدم التاطير، غنديروا التاطير يعني انك تبين باللي هاد الانتيغرال محصور لك ما بين واحد جوج ديال لي زانتيغرال اللي هما كونفيرج، وغادي تستنتج باللي هذا كونفيرج، يعني هذاك التيوريم د الاخر ديال الجوندار. ولا مثلا تبين باللي هذا صغر، هاد الانتيغرال هو صغر من واحد الانتيغرال واحد اخر، وشي شيء. المهم راه نفس الحاجه، غير هي المهم بحال اللي كتخدم بهاد الكومباريزون. فاهم؟ يعني انك يا اما تخدم بالتعطير، وحنا غنوريكم كيفاش تبقاو تخدموا بالتعطير، ولا غتخدم بالديفلوبمون ليميتي. يعني انك انت مطالب انك تكون عارف غير واحد شويه، ماشي بالضروره تكون عارف كل شيء في ديفلوبمون ليميتي، ولكن تكون عارف تخرج راسك بالديفلوبمون ليميتي. فهمنا؟ يعني يقدر الديفلوبمون ليميتي يخرجك وما تخرجكش التعطير. يعني التعطير يكون مثلا ما عرفتيش انت تبدا بالتعطير، ما عرفتيش مثلا تعرف الفاريابل ديالك ما بين اش محصور ولا شي حاجه هكا، غادي تخدم الديفلوبمون ليميتي. وبعض المرات الديفلوبمون ليميتي تيكون ساهل دغيا دغيا كيبان لك. فهمنا؟ التعطير تيكون فيه الخدمه، خصك دي زيتاب كديرهم عاد باش تعرف الانتيغرال ديالك ولا واش كونفيرج ولا كونفيرج. فهمنا؟ دابا الديفلوبمون ليميتي هكاك، شنو غنديرو بالديفلوبمون ليميتي؟ ديفلوبمون ليميتي كتشد هذيك الفونكسيون مثلا ديالك، هاد الفونكسيون ديالك كتردها على شكل شحال غتقدر كتساوي، وغتطلع لك واحد الفونكسيون وحده اخرى، وغدير لها الانتيغرال ياك، وغادي تشوف واش هذيك الفونكسيون ديالك كونفيرج. كانت كونفيرج يعني حتى الانتيغرال ديالك هو راه هو كونفيرج، كانت نو كونفيرج با يعني راه الانتيغرال ديالك نو كونفيرج با. فهمت؟ ما علينا، حنا دابا غادي نعرفوا الطريقه ديال الخدمه من بهاد الامثله اللي عطيتك. مثلا دابا شدينا هاد الفونكسيون ديالنا وبغينا نديروا ليها حنايا مثلا ميثود من هاد لي ميثود، كيفاش غادي نختاروا؟ غادي تمشي تشوف، كنتي تقدر تمشي دير ديفلوبمون ليميتي من الاحسن، ما كنتيش تقدر دير ديفلوبمون ليميتي كتمشي للتاطير، والتاطير راه كيخرجك ديما، خصك انت غير تعرف باش غتبدا من الاول. فهمنا؟ مثلا مشيت ليكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري، غنمشي نخدم بالديفلوبمون ليميتي، ما بغيتش، انا بغيت نمشي نخدم بالتاطير، شنو غنمشي ندير؟ غنمشي ناطر هاد الفونكسيون هادي ياك، حيت هي اللي بغيت نبين لكم، انا بغيت نبين لكم باللي تعرف كيفاش تعرفوا تخدموا بالتاطير، وعاد نبين لكم كيفاش تخدموا بالديفلوبمون ليميتي. فهمنا؟ هانت مثلا الفونكسيون هادي شنو خصنا نمشيو نديرو باش نخدموا بالتاطير؟ خصنا نمشيو نقلبوا هاد الانتيغرال ديال هاد الفونكسيون هادي، نبينوها باللي يا اما اصغر من او يساوي، ولا محصوره ما بين واحد جوج ديال لي فونكسيون، غير هي خصنا ضروري نلقاو واحد الانتيغرال اللي هو كبر منا. علاش؟ انا نقول لك علاش. حيت دابا هنايا في الكريتير ديال الكومباريزون شنو قلنا؟ قلنا باللي انه دابا انت هذيك اف دو اكس اللي بغيتي تعرفها واش كونفيرج ولا كونفيرج با، هاد اف دو اكس ديالك دابا حيت حنا في هاد الحاله هادي خاصك تلقى واحد جي دو اكس اللي كبر منها، وهاديك جي دو اكس تكون كونفيرج، الوغ غاتستنتج باللي هذيك اف دو اكس راه كونفيرج، هذيك الانتيغرال ديالك راه كونفيرج. يعني اننا خصنا نلقاو واحد جي دو اكس اللي صغر من او يساوي هاد اللي كبر من او يساوي هاد الاكسبونسيال ديال موان اكس او كاري، يعني غادي نلقاو باللي الانتيغرال ديالو واش كونفيرج ولا كونفيرج با، وعاد نستنتجو الكونفيرجونس ديال هاد الانتيغرال هذا. كيفاش غنخدمو؟ انت غتفهم معايا مزيان. دابا انت شنو غنقولوا لي؟ اول حاجه شنو كنديروا؟ كنمشيو نشوفوا دابا حنا بغينا نخدموا التعطير، انا نعلمكم كيفاش تبقاو تخدموا التعطير. التعطير شنو كنديروا؟ منين كنجبدوا حنايا داك الشيء اللي كيكون اطرنا باش كنبداو به، انت التعطير دابا التعطير كيفاش غنديروا به؟ الميثود ديال التعطير ام ان، ندير ميثود ان ديال التعطير هكاك. شنو غنديروا دابا؟ مشيت انا غنمشي لهاد الفونكسيون هادي، غنمشي نشوف هاد الفونكسيون بغيت ناثرها، هاد الفونكسيون فيها واحد الفاريابل، وهاديك الفاريابل هو اللي عندي انا هنايا، يعني راه نفس الحاجه. فهمنا؟ يعني انني منين غنبدا من اكس
ياك، وعاد دخل لك بونوسيه باش تلقى هاد الفونكسيون، فاهم؟ المهم انت كتشوف كيف الاستراتيجيه اللي غادي تبدا بها باش تلقى الفونكسيون ديالك، حيت ما يمكنش تجي تحط ليكسبونونسيال ديال اكس ياك فونكسيون وعاد تمشي تدخل هاد اكس او كاري، ما يمكنش. خصك تمشي تدخل دير اكس او كاري الاولى وعاد تدخل عليها ليكسبونونسيال، ضربها في المواد بطبيعه الحال وعاد تدخل عليها ليكسبونونسيال باش تلقى هاد الفونكسيون ديالك، فاهم؟ ولكن باش غتبدا هذاك هو المشكل، كتشوف هاد الفاريام ديالك هي هو اللي كاين هنا ياك، غتمشي تشوفو محصور ما بين شنو، محصور ما بين واحد ولا لانفيني، يعني انه كبر من واحد، يعني انه كيمشي لنا من واحد بلس لانفيني، يقدر ياخذ لنا اي فالور كاين ما بين هاد جوج من واحد بلس لانفيني، فهمنا؟ هذا هو اكس ديالك، يعني ما غاتقولش لي باللي اكس محصوره لنا بين واحد بلس لانفيني، حيت بلس لانفيني راه ماشي عدد، ماشي انا ما نديروش بحال هكا، ما نديروش، ما يمكنش نديرو باللي اكس محصوره لنا ما بين، انت نقولو باللي راه اكس راه كبر لنا من واحد وصغر لنا من بلس لانفيني، هاد الهضره ما كايناش. الحاجه الوحيده اللي تقدر دير هي انك تقول لي باللي اكس راه كبر من واحد، هادشي راه ما كاينش. هاد باش تقول لي باللي راه اكس راه محصور لنا بين واحد بلس لانفيني، لا هادي ما عمرك ديرها، البلس لانفيني ما كنديروهاش هنايا، فهمنا؟ حيت بلس لانفيني راه ماشي عدد، بلس لانفيني راه ماشي عدد، بلس لانفيني هو واحد القيمه اللي هي كبيره يمكن لينا نعطيوها الاكس ديالنا، فهمنا؟ ولكن حنا ما كنكونوش عارفين القيمه ديالها بالضبط، فهمنا؟ هكاك يعني شنو غنقول لي؟ غنقول لي اون، نقول لي اون، الحاجه الوحيده اللي نقدر نبدا بها نقول لي اكس راه كبر من واحد، هكاك يعني ان مثلا كون كان عندي انا من واحد حتى لجوج ولا من واحد حتى لثلاثه ولا شي حاجه، نقدر نقول لي مثلا باللي اكس محصور لنا ما بين واحد وجوج، ولا اكس محصور لنا ما بين واحد وثلاثه على حسب الانتقال ديالك. ولكن دابا ملي انا عندي من واحد بلس لانفيني نقول لي بالانكتافي غير باش نقول لي باللي اكس راه كبر من واحد، اما لانفيني ما غندخلوش، فهمت؟ هذه هي الطريقه باش كتبدا التعطير ديالك. دابا غتمشي تشوف الفونكسيون ديالك، الفونكسيون اللي عندك وسط الانتقال هي ليكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري، حطها قدامك وشوف شنو ناقصك على باش توصل لهنايا. قلت لك اول حاجه غادي نحيدوا ليكسبونونسيال حيت هي اللي غندخلوها في الاخر، خصنا ندخلو، خصها تولي عندنا اكس او كاري. يعني شنو غنقول لي؟ غنقول لي هادشي شنو هو، غنديرو هنا اكس او كاري كبر من او يساوي شحال، غنديرو هنا مثلا اكبر من او يساوي، اكبر من او يساوي شحال، غنديرو اكس حيت انا ضربنا هنا في اكس وانا نضربو في اكس، تولي هنا اكس او كاري وانا تولي عندنا اكس، هكاك. يعني عاوتاني هادشي كيتكافئنا باللي شنو، ركز معايا مزيان، هنا خصني نضرب في الموان، وهنا خصني نضرب في الموان باش نلقاو موان اكس او كاري، حيت عندي موان اكس او كاري ماشي عندي اكس او كاري، يعني غندير موان، ولكن ركز معايا ملي كندخل نضربو في الموان كيتقلبو لنا الرموز، كان عندك اكبر غيولي عندك اصغر، فهمنا؟ يعني انه شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا هنايا موان اكس ياك اكبر من او يساوي اكس او كاري، فهمنا؟ هكاك. يعني انا شنو درت؟ انا درت ديت ضربت الموان هنايا، ضربت الموان في هاد الاعداد هادو وقلبتهم، ديت هاد اكس هنا وديت ديت اكس او كاري هنايا. تقدر دير واحد القضيه نتايا، وهو انك شنو غدير؟ انت هنا خصني ندير موان، شنو خصك دير؟ انت مثلا لو بغيتي دير طريقه واحده اخرى، دير هادشي كيكافئ لك باللي شنو، انت مثلا هادي غير نحلها غير ما بين قوسين، مثلا بغيتي تخدم بها بحال هكا بغيتي دير الطريقه ديالك، مثلا دير نتايا انت بغيتي تقلب غير الرمز، ضرب في الموت تقلب غير الرمز، غتقول باللي موا اكس او كاري اصغر من او يساوي موا اكس، بحال هكا تقدر تخدم انت بحال هكا. ولكن راه اللي جيتي تشوف راه بحال هادي، انت قلنا باللي موا اكس او كاري راه صغر من موا اكس، ها هي انا موا اكس او كاري راه صغر من موا اكس، ولا نقولوا باللي موا اكس راه كبر من ناقص اكس او كاري، فاهم؟ هكاك. دابا شنو خصنا، شنو بقى لنا خصنا نديرو؟ بقى خصنا ندخلو ليكسبونونسيال باش نلقاو هنايا الفونكسيون ديالنا. نقولو بلي هادشي كيكاف ان بلي شنو، بلي ليكسبونونسيال ديال موان اكس كبر من او يساوي ليكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري. ولكن ركز معايا لواحد القضيه مزيان، هو انه انت ركز معايا لواحد القضيه مزيان، وهو انه دابا نتايا علاش هنايا ما هنايا ملي دخلنا الفونكسيون ديالنا اللي هي ليكسبونونسيال ما قلبناش الرموز، ما قلبناهمش حيت عندنا بلي ليكسبونونسيال واحد الداله اللي هي بوزيتيف. هادشي علاش كنت نعني القويله باللي الدول ديالنا خصهم يا اما يكونوا عندهم، يكونوا بجوجهم بوزيتيف، ولا يكونوا عندنا عندهم الميم سينيت، فهمنا؟ عندنا الداله اللي هي بوزيتيف، هذاك الشيء علاش ما تقلبش لنا الرمز ديالنا. مثلا كون دخلنا الالان ولا دخلنا شي فونكسيون واحده اخرى اللي عندها المجالات، عندها مجال مثلا كتكون فيه بوزيتيف ومجال كتكون فيه نيجاتيف، خصنا ندرسوا الحالات هذيك الساعه، فهمنا؟ المهم حنا في الحاله ديالنا ما عندناش هذاك الشيء، لا طحنا في شي حاله واحده اخرى غنقول لك كيفاش نخدموها. مثلا دابا حنايا باش نوصلوا باش نرجعوا للانتيغرال ديالنا شنو خصنا نديروا؟ باش نرجعوا للانتيغرال ديالنا بقى لنا خصنا ندخلوا غير هاد لي سامبول ديال الانتيغرال. يعني غنديروا هنايا هادشي كيكاف عندنا بلي شنو الانتيغرال من واحد بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس دات اكس، عاوتاني هادشي كبر من او يساوي شنو الانتيغرال من واحد بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري دات اكس، فهمنا؟ اوكي. دابا حنايا بغينا نشوفوا الكونفيرجونس ديال هاد الفونكسيون هادي، وعندنا واحد الفونكسيون اللي عندنا واحد، بغينا نشوفوا الكونفيرجونس ديال هاد الانتيغرال هذا، وعندنا واحد الانتيغرال اللي عارفينه حنا هو اللي كبر منه واخا. ولكن دابا كيفاش غادي نجبدوا الكونفيرجونس ديال هاد الاخر هادي؟
خصنا نكونوا ضروري عارفين الكونفيرجونس ديال هادي، ولا بغينا نعرفوا الكونفيرجونس ديال هادي شنو خصنا نديرو، واش يمكن لينا نمشيو نديرو نقلبوا على شي فونكسيون مثلا اللي كتكونفيرجي اللي هي كبر من هادي، ما عندناش كيفاش نديرو، شنو خصنا نمشي نديرو نمشيو نعاودو ناطرو الاخر، ما غنساليوش بالتقطير، لا بغينا نبقاو غير ناطرو صافي. بما انه هو ما ذكرش لي هاد الانتغرال لقيتو راسي، يمكن لي نمشي ندرسو هو راسو ندرسو ونبينو باللي هو كونفيرج، ملي غنبينو باللي هو كونفيرج غادي نقول باللي هاد الانتغرال راه الكونفيرج هو، فهمنا؟ يعني خصني نمشي نحسب هاد الانتغرال ونلقاو في الاخر نلقى واحد لا فالور اللي هي فيني، يعني واحد لا فالور اللي هي ابارتينير، يعني نقول باللي هاد الانتغرال هو كونفيرج الوغ هاد الانتغرال هو كونفيرج، فهمنا؟ يعني انا شنو الحل الوحيد اللي عندي شنو هو انه هاد الانتغرال خصني نمشي نحسبه، فهمنا؟ هكاك دابا شنو غنمشي ندير، غنمشيو نحسبوا الانتغرال. ولكن قبل ما نحسبوا الانتغرال خصك تفهموا واحد القضيه مهمه، حنا قلنا دابا خصنا نحسبوا هاد الانتغرال باش نبينوا بلي هو كونفيرج، ملي غيكون هاد الانتغرال راه هو كونفيرج الوغ هاد الانتغرال ديالنا راه حتى هو غيكون كونفيرج. ولكن اتونسيون من واحد القضيه، حيت غيقدر شي واحد يسولو راسو يقول لي علاش دابا هو دار بحال هكا، حيت هو قال لينا، حيت انا قلت لكم بلي ما خصكمش تمشيو تحسبوا الانتغرال تي تكون مطلوبه منكم، ولكن تنهضر لك على الانتغرال اللي جيت تعطى لك، الانتغرال اللي معطي لك انت تبينو، زعما الانتغرال اللي معطي لك البروف. دابا هاد الانتغرال راه بحال لي ميثود معطي انت اللي لقيتيها، انت اللي بغيتي تخدم بها، فهمنا؟ هذا هو المصطلح، هو انت اللي بغيتي تخدم بهاد الميثود هادي، فهمنا؟ اما الانتغرال اللي عاطي لك هو اللي كيتحكم فيك واش تحسبوه ولا ما تحسبوش، اما الانتغرال ديالك انت اللي كتحكم، زعما ماشي هادي راه ماشي انتغرال، راه زعما ميثود لقيت ملي خدمتي بها لقيتي انتغرال، وانت دابا انت مطالب انك تمشي تبينو بلي هو كونفيرج، الميثود اللي اختاريتيها تبينو بلي هو كونفيرج خصك تمشي تحسبو صافي. بغيتي عندك شي ميثود وحده اخرى تبين لي بلي هذا راه هو الكونفيرج، يمكن لك تمشي ديرها، فهمنا؟ هكاك دابا هاد الانتغرال من واحد بلس لانفيني ديال الاكسبونسيال ديال موان اكس ديال اكس، خصنا نمشيو نحسبو كيما قلت لك. ولكن خصك اول حاجه تكون عارف واحد الحاجه مهمه، انت الا كان عندنا الانتغرال من ا مثلا بلس لانفيني مثلا ديال اف دو اكس ديال اكس، ما يمكنش نمشيو نحسبو هذا غير هكاك، ماشي ما يمكنش لنا غير هو، ما تبقاوش غادي نتبقاو غادي تنحسبو باللانفيني، انا غادي نحسبو بها، شنو تنديرو؟ تنديرو ليميت ديال اكس طونفير، ولا نديرو مثلا انت شوف هنايا عندي الفاريابل، يعني الفاريابل اللي خصنا نديرو هنايا في اللي غنديرو في الليميت ما خصوش يكون هو هذا، يعني ان مثلا عندك هنا اكس انا اخترتي فاريابل واحد اخر، مثلا غندير تي، انا غندير تي طونفير بلس لانفيني ديال اف دو اكس ديال الانتغرال من ا للتي ديال اف دو اكس ديال اكس، بحال شديت هاد التي ياك عوضت خليته تما، ولكن هو التي راه كيطونفيري البلس لانفيني، فهمنا؟ يعني انا راه هنايا بحال اللي كتبنا بلس لانفيني، غير هي بحال اللي خبيناها في واحد الفاريابل، فهمنا؟ حتى غنسالي وعاد نحسبوا الليميت ديال هذاك الشيء اللي غيخرج لينا، وغادي نلقاو الفالور ديالنا، ولا غنلقاو باللي هذيك الانتغرال راه كونفيرج، يعني انه ما كيساويش لنا واحد العدد اللي هو ديفيني زعما، ولا واحد الانتغرال واحد العدد اللي هو بارتينير، فهمنا؟ هكاك دابا حنايا هاد القاعده خصنا نحداو معاها، يعني اننا ملي غنبغيو نمشيو نحسبو الانتغرال ديالنا شنو خصنا نمشيو نديرو، خصنا نمشيو نخدمو هاد القاعده اللي قلت لك. هكاك ركز معايا مزيان، هانتا قلنا الانتغرال، هانتا قلنا الانتغرال من ان بلس لانفيني ديال الاكسبونونسيال ديال موان اكس ديال اكس كيساوي لنا شحال؟ كيساوي لنا الليميت ديال تي كيطونفير لنا بلس لانفيني ديال الانتغرال من ا لتي ديال اف الاكسبونونسيال ديال موان اكس ديال اكس. واحد القضيه الاكسبونسيال ديال موا اكس راه واحد الانتغرال، واحد الفونكسيون اللي عاديه معروف سميتو البريميتيف ديالها، البريميتيف ديالها هي الاكسبونسيال ديال موا اكس نيت سور هاد موا اكس بريم، فهمنا؟ حيت الاكسبونسيال ديال زعما البريميتيف ديال الاكسبونسيال ديال او كتساوي لنا الاكسبونسيال ديال او سور او بريم، فهمنا؟ يعني هذه شحال تساوي لنا؟ تساوي لنا ليميت ديال تي طونفير بلس لانفيني، انا نكتبها نيشان، ندير هنايا اقواس صافي، بحال اللي خرجت على اكس ندير موان ليكسبونونسيال ديال موان اكس من ان، هنايا خصني ندير انا ان، وهنا خصني ندير ان، هي هذه من ان لتي، هكاك؟ يعني هذه شحال كتساوي لنا؟ انت ليميت ديال تي طونفير بلس لانفيني ديال شنو غتعطينا هنايا؟ غنمشيو نعوضو نيشان موان ليكسبونونسيال ديال موان تي، اتونسيون غدير الموا وعاد تحل القوس، انت موا ليكسبونسيال ديال موان تي ديال الموان زه طبيعي الحال راه حيت غنديرو نعوضو هاد الان، هكاك؟ يعني غادي شحال يساوي لنا هادشي؟ غنديرو تي غنعوضو تي كتونفير لنا بليس لانفيني غنعوضو هنايا، عندنا ليميت ديال تي كيمشي لنا بليس لانفيني، يعني هنايا غتكون عندنا موا مضروبه لنا في بليس لانفيني، وموا مضروبه لنا في بليس لانفيني هي موا لانفيني، والاكسبونسيال ديال موا لانفيني شحال؟
هي زيرو، يعني هنا بحال عندنا موان زيرو اللي هو زيرو، الموان مع الموان شحال شحال تعطينا؟ تعطينا البلوس، يعني تبقى لنا هي شحال ليكسبونونسيال ديال موان زا في الاخر. وهاد ليكسبونونسيال ديال موان زا ياك ابارتي لار، الوغ الوغ هاد الانتيغرال ديالنا، الانتيغرال ديالنا من ان بلوس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس ديال اكس كونفيرج. الوغ ملي دابا حنايا ملي لقينا بلي هاد الانتيغرال راه هو كونفيرج، يعني الانتيغرال ديالنا بما انه راه هو صغر منه، يعني غنقولوا بلي هاد الانتيغرال ملي هو كونفيرج الوغ هاد الانتيغرال ديالنا راه هو كونفيرج. يعني غنقولوا انسي انسي شنو غنقولوا ليه؟ الانتيغرال من ان بلس لانفيني ديال ليكسبونونسيال ديال موان اكس او كاري ديال اكس كونفيرج اوسي مثلا. فهمنا؟ المهم هذه طريقه ديال الخدمه، فهمنا كما قلنا التطير. دابا غنعطيو واحد المثال واحد اخر، غنعطيو واحد المثال واحد اخر ما نخدموش بالتطير، يمكن لك تخدمو بالتطير الا بغيتي تخدمو. المثال الثاني اللي غنعطيك مثلا، نعطيك المثال الثاني المثال الثاني نعطيك مثلا لانتيغرال من زيرو بي سور دو ديال ان سور سينوس ديال اكس ديال اكس مثلا. قال لك مونطري كو هاد الانتيغرال راه هو كونفيرج. واحد القضيه انا مثلا هنا غنسمي اي باش نبقى نسرع عليا على راسي الكتابه بلا ما نبقى نقعد نعاود نكتب هذاك الانتيغرال كامل، نبقى نقول ملي نقول اي راه هو هاد الانتيغرال كامل. فاهم هكاك؟ غنقول لي اون اي اي ان بروبر اون زيرو. علاش علاش؟ حيت عندنا باللي هاد الفونكسيون هادي اللي هي ان سور سينوس ديال اكس ني با ديفيني في الزيرو. علاش؟ حيت السينوس ديال اكس ميمكنش نعوضها بالزيرو، لا عوضنا السينوس ديال اكس بالزيرو تعطينا الزيرو في المقام، حيت السينوس ديال الزيرو هي الزيرو. يعني اننا عندنا باللي هاد الفونكسيون ني با ديفيني في هاد الزيرو، فهمنا؟ يعني هاد الفونكسيون ديالنا ني با ديفيني في الزيرو، يعني انا شنو نقولوا؟ نقولوا باللي عندنا هاد الانتيغرال ديالنا كامل باللي هو ان بروبر اون زيرو. الوغ شنو خصنا نمشيو نديرو؟ غنمشيو مثلا غنمشيو بان نحسبوا الليميت في الليميت في الزيرو ديال هذه الفونكسيون هذه. مثلا نمشيو نحسبوا الليميت في الزيرو ديال هذه الفونكسيون هذه، غنمشيو نحسبوا الليميت في الزيرو ديال ان سور السينوس ديال اكس غتعطينا مثلا، غنمشيو نعوضوا هنايا ان سور الزيرو هي شحال؟ هي الانفيني. يعني ما خرجتش لنا عدد. يعني شنو غنقولوا؟ ما يمكننا نقولوا حتى شي حاجه، ما يمكننا نقولوا بلي هذيك الانتيغرال راه كونفيرج ديفيرج. وبطبيعه الحال ما يمكننا نقولوا بلي هذيك الانتيغرال كونفيرج حيت ما خرجتش لنا عدد ابارتينا. يعني شنو خصنا نمشيو نديروا؟ بطبيعه الحال خصنا نمشيو نبينوا بلي هاد الانتيغرال بلي هو كونفيرج بشي ميثود وحده اخرى. من هاد لي ميثود هي الميثود ديال الكومباريزون. فهمنا؟ يعني شنو خصنا نمشيو نديرو؟ غنمشيو نقولو ليه بلي هكاك حنا عندنا اوفوازيناج، انت عندنا اوفوازيناج دو زيرو. شنو عندنا دابا؟ غنديرو ديفلوبمون ليميتي. انت عندنا السينوس ديال اكس شحال كتساوي لنا اوفوازيناج زيرو؟ حنا نمشيو غير لوردر دو ونحبسو، غير ما تمشيش غير لوردر ان، سير غير لوردر دو وحبس. فهمنا؟ حيت حنا شنو خاصنا؟ حنا خاصنا تكون عندنا يا اما تساوي ولا اصغر من او يساوي ولا اكبر من او يساوي. فهمنا هكاك؟ يعني هادشي غنعطيو مثلا حنا قلنا كناخد غير لي بويسونس اللي هما بير في امبير زعما في السينوس. يعني غنديرو هنايا غنديرو اكس موان اكس او كاري سيغ دو دو فاكتوريال هي دو بلوس عندنا اكس او كاري ابسيلون ديال اكس. هكاك غنديرو عندنا بلي يعني عندنا السينوس ديال اكس هانتا الا كانت عندنا اكس موان اكس او كاري سيغ دو كتساوي لنا السينوس ديال اكس. يعني مقارنة السينوس ديال اكس مع اكس كي دايرة؟ يعني ان السينوس ديال اكس راه صغر من او يساوي اكس بوحدها. فهمنا؟ حيت بحال اللي تنشدو اكس كنقصو منها هاد لافالور هادي، يعني بلي عندنا اكس عندنا واحد اكس راه واحد القيمه اللي كبيره، حتى تنقسم لنا اكس سيغ دو اكس او كاري سيغ دو عاد تنلقاو السينوس ديال اكس. فهمنا؟ يعني لقينا باللي السينوس ديال اكس راه هي اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي السينوس ديال اكس اصغر من او يساوي اكس. يعني عندنا ان سيغ السينوس ديال اكس عندنا اصغر من اكبر من او يساوي ان سيغ اكس. بحال اللي غيتقلبوا لنا المقامات، غيتقلب لنا زعما الرمز غيتقلب لنا. يعني غادي يولي عندنا الا درنا هنايا الانتيغرال من زيرو لواحد القضيه نهضر عليها هنا، انت هذا شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا الانتيغرال ولا واحد الغال نهضروا عليه ماشي مشكل. انت عندنا الانتيغرال من زيرو لبي سيغ دو والانتيغرال من زيرو ديال البي سيغ دو. هكاك عندنا انت شوف دابا هاد الانتيغرال هذا دير اكس هنا بطبيعه الحال وهنا دير اكس. دابا هاد الانتيغرال هو اللي بغينا نعرفو لا كونفيرجونس ديالو، ياك يا اما يكون كونفيرج يا اما يكون ديفيرج. فهمنا هكاك؟ خصنا نمشيو ندرسو هذا حيت هذا هو اللي لقيناه حنايا. خصنا يا اما نمشيو نحسبوه
ولا غادي نمشيو نكونوا عارفين هو واش هو كونفيرج ولا انا كونفيرج با. هكاك حنايا عندنا بلي هاد الفونكسيون هادي عندها مشكل في الزيرو ياك، ولكن هذا راه انتغرال ديال ريمان، ولكن راه ماشي غير هو انت خصنا نديرو عليه واحد ديفلوبمون عادي يولي عندنا انتغرال ريمان. علاش؟ حيت لي انتغرال ريمان كيمشيو لنا من اكس لواحد، وإكس إما كنعوضوها بالزيرو ولا بالانفيني ياك، يعني ما تيكونش فيه بي سيغ دو. يعني هذا غنفرقوا على جوج ديال لي زانتيغرال اللي غيكون فيه كيمشي لنا من الزيرو لواحد، ومن واحد تنكملوا البي سيغ دو. فهمنا؟ يعني غنقول لي اون الانتيغرال من الزيرو لبي سيغ دو ديال ان سيغ إكس ديت إكس كتساوي لنا شحال؟ كتساوي لنا الانتيغرال من الزيرو لواحد ديال ان سيغ إكس ديت إكس بلوس الانتيغرال من واحد لبي سيغ دو ان سيغ إكس ديت إكس. وباش نعرفوا بلي هاد الانتيغرال راه هو كونفيرج خصنا نشوفوا واش هاد الفونكسيون هادي فيها شي مشكل في هاد النقط اللي كاين هنا. غنعرفوا بلي ما كاين فيها حتى شي مشكل، حيت المشكل الوحيد اللي تقدر تلقى هاد الفونكسيون يا اما لانفيني يا اما الزيرو، حيت عندنا ان هي اكس هنايا ما خصناش نعوضو هنا بالزيرو، خصنا نعوضو باللانفيني. هاكاك يعني شنو عندنا؟ عندنا بلي هاد الانتيغرال هذا كونفيرج. يعني باش نعرفوا بلي هاد الانتيغرال راه هو كونفيرج ولا ديفيرج، باش نتاكدوا من بلي هاد الانتيغرال ديالنا واش كونفيرج ولا ديفيرج، خصنا نعرفوا هذا كي داير ياك. هذا لقيناه بلي هو كونفيرج، خصنا نمشيو نشوفوا واش هذا ديفيرج ولا كونفيرج. انت عندنا شنو هي الفا هنايا؟ هي واحد. حنا قلنا في كاع الحالات يا اما يكون عندك الزيرو ولا تكون عندك الانفيني، ملي تيكون عندك هنايا اكس البويسونس ان ولا تي البويسونس ان على حسب الفاريابل اللي عندك، ملي تكون عندك الفا ايكال 1 راه في كاع الحالات كيكون عندك هذاك الانتيغرال راه هو ديفيرج. فهمنا؟ في الحاله ديال الزيرو وفي الحاله ديال الانفيني، ملي تكون عندك الفا ايكال 1 ديما كتكون عندنا سميتو تيكون عندنا هذاك الانتيغرال راه هو ديفيرج. الوغ شنو نقولوا ليه؟ نقولوا ليه اون نقولوا ليه اون شنو الانتيغرال من زيرو لان ديال ان سيغ اكس ديال اكس ديفيرج كار سيت انتيغرال دريمان الفا ايكال الفا ايكال 1. المهم ياك الو ملي الا كان عندنا هذا ديفيرج وهذا كونفيرج، الو هذاك غيكون غتكون عند غيكون هو ديفيرج. علاش؟ حيت عندنا ما عندناش هادو بجوجهم كونفيرج، عندنا واحد فيهم ديفيرج، يعني لا سون ديالو ما تعطينا واحد الانتيغرال واحد اخر اللي هو هو ديفيرج. فهمنا؟ يعني هذا ديفيرج. انت لقينا واحد الانتيغرال اللي هو صغر من الانتيغرال ديالنا وديفيرج، يعني شنو غنسنجو على الانتيغرال ديالنا؟ راه هو الو غير ديفيرج هو. يعني غنقولوا باللي انسي الانتيغرال انت الانتيغرال من زيرو لبي سيغ دو ديال 1 سور اكس د اكس، نسنجو بلي هاد الانتيغرال ديالهم اللي لقيناه حنايا زعما راه هو ديفيرج، باش نسنجو الانتيغرال اللي عطاوناهم ديفيرج انسي. ولا نقولي دونك الانتيغرال من 0 لبي سور 2 ديال 1 سور سينوس ديال اكس د اكس ديفيرج اوسي. علاش؟ حنا نشوفوا اين قاعده، حنا راه بحال في هذه الامثله خدمنا جوج ديال القواعد ديال الاخر ديال سميتهم ديال الكومباريزون ديال الميثود كومباريزون، وخدمنا عاوتاني جوج ديال القواعد ديال سميتهم ديال الحساب ديال كيفاش نبينوا بلي الانتيغرال ديالنا راه هو نبينوا بلي هو كونفيرج ولا ديفيرج. يعني انا خدمنا التاطير، انت خدمنا التاطير وخدمنا الديفلوبمون ليميتي، وخدمنا هاد جوج ديال الحالات اللي هي انه يكون عندك واحد الجدو اكس اللي هو كبر من الفونكسيون ديالك ويكون كونفيرج، خدمناها في المثال الاول. وخدمنا عاوتاني باش تكون عندك الفونكسيون ديالك اللي هي انت كتقل عندك واحد الفونكسيون اللي هي صغيره، ها هي عندك واحد الفونكسيون اللي هي صغيره الانتيغرال ديال واحد الفونكسيون اللي هي صغيره ديفيرج، غتستنتج باللي الانتيغرال ديالك راه هو هو ديفيرج. هي الحاله الثانيه اللي خدمناها. تمام؟ المهم حنا بحال اللي حاولنا نديروا كاع داك الشيء اللي كاع القواعد اللي لقينا اللي عطيناهم حاولنا نطبقوهم. تمام؟ المهم الدراري كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، شفنا فيه الميثود ديال كومباريزون، كيفاش نلقاو الفونكسيون ديالنا، كيفاش نلقاو واحد الانتيغرال واحد اخر اللي نقارنوا به، كيفاش نديرو. ولكن الفيديو اللي من مور هذا مهم بزاف، مهم بزاف. علاش؟ حيت غيعاونك وغيوريك كيفاش تلقى هاد لي زانتيغرال هادو، بحال مثلا هاد الانتيغرال هذا غيوريك عاوتاني كيفاش تلقى بحال في الميثود في الحاله الاولى لقينا الانتيغرال هذا ياك، لقينا هاد الانتيغرال هذا. المهم غنحاول نعطيكم شي كيفاش تعاونوا راسكم، كيفاش تعرفوا شي انتيغرال واحد اخر اللي تقارنوا به. فهمنا؟ المهم كما قلت لكم كان هذا هو الدرس ديال اليوم، ما تنساوش ديروا لايك وكومونت وتابوناو الى كنتو ما تابونيتوش، وبارطاجيو مع صحابكم او ماكس، بارطاجيو مع صحابكم او ماكس باش هما يستافدوا. يلا الدراري نشوفكم في الفيديو المالي.